إلى الشأن اليمني الآن، إذ يفاقم تعنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران الأزمات في اليمن على كل الأصعدة، وما يزيد الأمور سوءا تدخلات ميليشيات حزب الله اللبنانية الموالية لإيران أيضا ومشاركتها في المعارك. مصادر يمنية أكدت مقتل القيادي في ميليشيات حزب الله طارق حيدرة جراء غارة لقوات التحالف في محافظة صعدة. وقالت المصادر إن حيدرة قتل أثناء وجوده مع قيادات حوثية وقيامه بعمليات تدريب للمسلحين الانقلابيين. هذه التطورات تأتي بعد أيام من خطاب الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بشأن تدخلات ميليشيا حزب الله. في مكان ما بين ثنايا صعدة في اليمن قتل أبو حيدرة، ذلك هو اللقب الذي عرف به طارق حيدرة القيادي في صفوف ميليشيات حزب الله اللبناني. قتل أبو حيدرة مع شخص آخر، الاثنان كانا يقومان بعمليات تدريب للمسلحين الحوثيين، قتلتهما غارة لقوات التحالف أثناء وجودهما مع قيادات حوثية، وذلك وفق ما أعلنته مصادر يمنية. في خبر استكملته أنباء أكدت مقتل 140 مسلحا حوثيا خلال معارك تحرير مديرية الظاهر بصعدة. معارك يقودها الجيش اليمني هنا بلا هوادة، فتتوالى الساعات ولتتسع على إيقاعها مساحات اليمن العائدة إلى كنف الشرعية، إلا أنها سيناريوهات يخشى الطرف الانقلابي تحقيقها، مسخرا كل إمكانياته لعرقلتها، وما مقتل أبو حيدرة إلا دليل مثبت على ذلك. دليل من حزمة أدلة تتوالى في ملف أدان المجرم نفسه به مرارا بالصوت والصورة. فزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله قالها أكثر من مرة إنه يتمنى القتال إلى جانب الحوثيين، دعا مسلحيه للتوجه إلى اليمن والقتال في خندق واحد مع الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران. لم يخفي نصر الله بل تباهى بما كشفته مشاهد مصورة أخرى، مخططات لتهريب المسلحين ولتنفيذ تفجيرات إرهابية داخل اليمن وخارج حدوده في السعودية المجاورة وغيرها، ما سبق جزء بسيط مما كشفته هذه الفيديوهات لقياديين من حزب الله وهم في اجتماع مع مسلحين حوثيين ومرة ثانية داخل اليمن. وجود لميليشيات حزب الله وما يعني ذلك من امتداد للأذرع الإيرانية في العمق اليمني، مؤامرة لن يسمح تحالف دعم الشرعية في اليمن والحكومة اليمنية بها، هو الموقف الذي تتمسك به تصريحات الشرعية، كان آخرها تلك التي لخصتها رسالة وجهها السفير اليمني في الأمم المتحدة لمجلس الأمن. فاللقاء الأخير الذي جرى بين حسن نصر الله ورئيس الوفد الحوثي لمفاوضات جنيف، تقول الرسالة، ليس إلا دليلا على تمسك الحوثيين بأوامر وتعليمات ميليشيات حزب الله وما يتبعها من أجندات إيرانية. دق السفير اليمني ناقوس الخطر في الأروقة الدولية محذرا من محاولات هذا التحالف الثلاثي من ضرب وإجهاض المفاوضات المرتقبة في جنيف، مفاوضات قالت الأمم المتحدة إنها انتهت من ترتيباتها ليحبس اليمن أنفاسه على أمل قد تفسده التدخلات الإيرانية. ينضم إلينا الآن من القاهرة الباحث العسكري والاستراتيجي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي. مساء الخير دكتور يوسفي، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. الحديث عن مشاركة حزب الله ومساهمته في دعم الطرف الانقلابي في اليمن ليست بالأمر الجديد. الآن اللافت أنه مقتل أو الإعلان عن مقتل هذا القيادي في حزب الله، ويأتي هذا الأمر طبعا قبل أيام قليلة من بدء جولة جنيف المرتقبة من المشاورات، وأيضا بعد الرسالة اليمنية إلى مجلس الأمن. على ماذا يدل ذلك برأيك، الإعلان عن وجود المزيد من قياديين من حزب الله في اليمن في هذا الوقت بالتحديد؟ يدل على تورط حزب الله اللبناني في أعمال مخلة بالقانون الدولي وتنتهك قرارات مجلس الأمن. عندما نرجع إلى القرار 2216 فإن المادة 14 من هذا القرار تحظر توريد الأسلحة، تحظر توريد الدعم الفني، تحظر
التوريد المرتزقة، وهكذا كان المصطلح الذي استخدمه القرار 2216. وبالتالي حزب الله متورط في الأعمال العسكرية المعادية للدولة اليمنية من خلال توريد المرتزقة، وفي ذلك انتهاك للسيادة اليمنية، وفي ذلك انتهاك لقرارات مجلس الأمن والتي توجب الملاحقة القانونية لحزب اللات، وكما قالوا الاعتراف سيد الأدلة. الأدلة تترى من مختلف الصعد، لكن دعني أستاذ مهند أنظر للموضوع من منظور مختلف. عندما نتكلم عن الأعمال العسكرية المعادية فلا يمكن أن تقتصر الأعمال العسكرية المعادية فقط على العمليات القتالية أو توريد المرتزقة، فهنالك أعمال عسكرية معادية أكثر خطورة متورط فيها حزب الله في اليمن. ودعني أعود إلى منظور أكاديمي متعارف عليه في الأكاديمية العسكرية، وهو تقسيم الحرب. الحرب تصنف إلى عمليات ميكانيكية وعمليات نفسية. العمليات الميكانيكية هم متورطين فيها ولديهم والشواهد بالجملة، لكن عندما نتحدث عن العمليات النفسية وحتى يتضح للمشاهد الكريم مدى تورط حزب الله في أعمال عدائية ضد اليمن، فإن العمليات النفسية منها جزء منه ما يسمى بالحرب النفسية وهي الموجهة ضد الخصم، وجزء آخر وهو الأكثر خطورة وهي العمليات النفسية الموجهة لتحشيد دوائر القرار، لصنع الرأي العام، لإرباك الموقف، أو ما يسمى اعتباطا بالحرب الناعمة. حزب الله متورط مع الحوثيين في إدارة شبكة ناعمة تعمل على إرباك الموقف وصنع حرب مضادة تؤثر على المعركة العسكرية من خلال شبكات استخباراتية تعمل في أوروبا، تعمل في الشرق الأوسط، تعمل في الضاحية الجنوبية، تعمل داخل اليمن، تعمل في مكاتب الأمم المتحدة في اليمن، وتعمل على إرباك الموقف، وكان آخرها شهادة الزور التي وردت في التقرير الأممي الأخير من فريق الخبراء، والذي اضطرت الأمم المتحدة من سحبه من موقف الـ UNHR بعد التصعيد الذي حصل عليه على تلك المسودة، والتي كانت واحدة من نتائج العمليات النفسية العسكرية التي تصنف ضد الأعمال العسكرية المعادية. وبالتالي عندما نتحدث عن حزب الله وتدخلات حزب الله في اليمن، نحن نتحدث عن أعمال معادية متعددة الصعد والأوجه. هناك إطار آخر من أطر تدخل حزب الله في اليمن، وهي العمليات الإرهابية. ثبت تورط أعداد كبيرة كثيرة من في الجنوب وارتباطاتها مع القاعدة في عمليات. عندما ننظر إلى تفاصيل المشهد هناك ستجد أن هنالك أيادي كانت مرتبطة لحزب الله في عمليات إرهابية، وناس تدربوا في الضاحية الجنوبية قاموا بعمليات إرهابية بالتنسيق مع القاعدة وبالعمل بشكل انفرادي. عندما نتذكر في صنعاء كان هنالك أعمال إرهابية لتجييش المجموعة الزيدي قبل الجائحة الحوثية وانطلاقتها لليمن كامل كما حصل، وكان هنالك تورط لحزب الله في أعمال إرهابية. وبالتالي حزب الله يتدخل في اليمن بأشكال مختلفة قذرة، منها ما هو شغل ناعم ومنها ما هو أعمال عسكرية معادية صرفة. طيب، لنتحدث عن المسار السياسي دكتور اليوسفي، وما إذا كان لحزب الله أيضا أي تأثير عليه. الآن نحن بانتظار جلسة ستعقد في 6 سبتمبر بدعوة من السيد مارتن جريفيث لمشاورات كما وصفها في جنيف، حديث أيضا عن لقاء حسن نصر الله برئيس الوفد الحوثي المفاوض الذي سيتوجه إلى جنيف. إلى أي مدى برأيك حزب الله الآن يريد أن يلعب دورا مؤثرا في ربما سير ربما في عرقلة مسيرة المفاوضات التي دعت إليها الأمم المتحدة؟ أستاذ مهند، إذا رجعنا إلى أرشيف الأخبار فيما يتعلق بمفاوضات بييل في سويسرا أو مكان ما يسمى بجنيف 2، ستجد أن هنالك أخبار بالصوت والصورة انتشرت وقتها عن عودة الفريق الحوثي مع شخص من حزب الله لا أتذكر اسمه، كان كمرجعية لهم أثناء المفاوضات، بل كان يحضر جلسة أحيانا إلى 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 الجلسات، يعني في نفس المبنى التي تحصل فيها الجلسات. وكشف وقتها عن تدخل سافر لحزب الله لدرجة أنهم كانوا يعودون إليهم قبل اتخاذ أي قرار.
الناس حتى الوفد الذي كان مشاركين من المؤتمر الشعبي العام وقتها عندما كانوا متحالفين مع الحوثيين وقتها كشفوا بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن معلومات بالجملة عن تدخلات حزب الله والشهادات كثيرة عن تدخلات حزب الله وكأنهم السوبر فايزر للحوثيين. يعني الحوثيين كانوا لا يتصرفون في تلك المشاورات أو حتى في مفاوضات جنيف إلا بعد الرجوع المباشر لحزب الله، والذي يعرف تفاصيل المشهد اليمني أثناء الجائحة الحوثية يجد أنه كان هنالك تدخل مباشر وهناك قيادات من حزب الله يديرون المشهد، الخلايا الاستخباراتية تدير المشهد، وبالتالي حزب الله يتدخل في اليمن بشكل فج وسافر، والحوثيون أثبتوا أنهم مرتهنين لمشروع طائفي لا يملكون قرارهم، بل إن عبد الملك الحوثي في أمور في معتقلين في السجون ومختطفين موجودين في السجون، سمعناها من أحد القادة الحوثيين قال لو أراد عبد الملك الحوثي أن يخرج فلان لما قدر لأنه القرار ليس بيده، وهذه شهادة عن أحد القادة الحوثيين بعد الوساطات الكبيرة التي كانت تعمل للضغوط لخروج واحد من المعتقلين السياسيين من سجون الحوثيين، قالها بصراحة الموضوع ليس بيدنا، ولو كان عبد الملك الحوثي يريد إخراجه لما أخرجه، بمعنى أن الحوثيين مرتهنين لمشروع أقليمي إيراني حزب الله أحد أدواته. إذن الذي فهمته من كلامك دكتور اليوسفي هو تدخل حزب الله بهذا الشكل في الصراع في اليمن، الهدف منه هو إرباك الموقف، إطالة أمد الحرب. الآن بعد الرسالة التي أرسلها اليمن إلى مجلس الأمن يعني للتحقيق في هذه المسألة، هل برأيك المجتمع الدولي سيتخذ أي شيء، سيقوم بأي خطوة لي يعني ربما وضع حد لهذه المسألة التي تتنافى كما ذكرت مع القرار 2216؟ لن يكون رد الفعل مباشر، يعني ليس بخطوة واحدة تحصل على رد الفعل، لكن أعتقد أنه الحكومة اليمنية يتوجب عليها المزيد من النشاط في هذا الموضوع، المزيد من الضغط الدبلوماسي، المزيد من جمع المعلومات، لأنه أنت عندما تتحدث عن المجتمع الدولي أنت تحتاج لحالات، تحتاج الانتليجنس، يعني المخابرات اليمنية لابد أن تفعل نشاطها من أجل رصد الأعمال المعادية التي يقوم بها حزب الله وتقديم الإحاطة بعد الإحاطة والشكوى بعد الشكوى. أعتقد أنه تصعيد الأمور قانونيا وتشكيل فرق قانونية من ناس مختصين، هذا الشغل ما هو الشغل ناشطين ممكن يقوموا، لا هذا شغل المخابرات، المفروض أنه المخابرات اليمنية، جهاز الأمن القومي اليمني، جهاز الأمن السياسي اللي بعد دمجهم، المفروض أنه الأخ عبد الحذيفي يبدأ يشتغل، يعني رئيس الأمن القومي بهذه الموضوعات حتى أنه تجمع الوقائع والأدلة ويبدأ يشكل يعني ناس من خبراء القانون الدولي من أجل التكييف القانوني وأضخ يعني مزيد من القضايا، القضية بعد قضية بعد قضية، والتصعيد أنه في الأخير هناك أعمال إرهابية، هناك أعمال معادية منافية للسيادة اليمنية، هناك أعمال منافية للقانون الدولي، وبالتالي يبدأ يرفع السقف. أنا ما يكفينيش أنا كمواطن يمني أن تقول حزب الله نستنكر، لا ابدأ ارفع السقف، حزب الله جماعة إرهابية مدرجة في قائمة الإرهاب لدى كثير من الدول، وبالتالي ابدأ اشتغل على إدراك حزب الله باستصدار قرار من مجلس الأمن كإدراكه كمنظمة إرهابية، ابدأ اشتغل على سقف أعلى كما يشتغلهم نشاط ناعم، ابدأ اشتغل نشاط ناعم علشان تفضح الجرائم التي يقوم بها، ابدأ لاحق الناس اللي يشتغلوا مع حزب الله في الشبكات الناعمة، يعني لاحقهم من خلال الناس اللي تلقوا رشاوى، تابعهم بأنه تورطهم، ابدأ الذي اشتغلوا وتجاوزوا مع القانون الدولي في المكاتب الأمم المتحدة واشتغلوا مع حزب الله، ابدأ يعني اجمع المعلومات والبيانات، الشغل لابد ان يكون شغل دولة، ما هو الشغل فرق كبير. انا استنكر على الحكومة اليمنية ان تحولت الى ناشط سياسي، الحكومة اليمنية كلها، الحكومة اليمنية لابد ان تتحول الى ادوات الدولة لملاحقة، نعذر الاخوة في التحالف العربي انهم ما ينفعش دول معينة تتحرك في ملف هو من صميم السيادة اليمنية، هذا شغل الحكومة اليمنية التي لابد أن تتحرك وفق أدوات الدولة كما تفعل الدول. أنا كمواطن يمني أطالب من دولتي أن تتحرك كما يتحرك الدول، لا تتحرك، لا تتحول إلى ناشط سياسي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الملك اليوسفي الباحث العسكري والاستراتيجي اليمني، كان معنا من القاهرة. ونتابع بعد قليل في غرفة الأخبار. ليبيا، توترات الداخل والعملية السياسية.